طبعا برحب بيكم على مصر اليوم، وعايزكم تكلموني يعني ايه القصه، ايه اللي حصل وايه قلب الموضوع من حد طالع من الاول. من حد طالع الاول، قرب بس المايك. من حد طالع الاول دايما في كل المواد فجاه يحصل ده. في البدايه انا شادي حسين عبد المعطي، ثالثه ثانوي ثانوية عامة. في البداية الموضوع حصل في تالتة في لجنة الفيزياء. طبعا الكل عارف ان امتحان الفيزياء كان صعب جدا، كان موتر اللجنة كلها، وكلنا كنا متوترين، والمراقبة واقفة علينا ورايحة جاية، عمالة تقول فاضل ساعة ونص، فاضل ساعة، فاضل تلات أرباع ساعة. قلت لها لو سمحتي ما توتريناش، الامتحان صعب ومحتاج تركيز وكلنا متوترين. وفي طبعا من زمايلي اللي كان بيعيط واللي كان عمل غلط في البابل شيت، يعني الموضوع كان مقلوب وكلنا كنا متوترين. فقلت لها احنا معانا ساعة وهنبص فيها. فرايحة جاية، فقلت لها رايحة جاية وعمالة تتكلم مع ده وتتكلم مع ده. قلت لها الصوت لو سمحت. قالت لي يعني انت هتطلعي زويل. فمرضتش عليها وكملت امتحاني عادي. كان موترانة بتقلل منك يعني. موتره جت في الاخر، لمت مننا كلنا الورق، وانا كنت فاكره ان الوقت بالظبط وبتلم عادي. ببص لقيت في وقت لسه في الساعه. فقلت لها لو سمحتي احنا عايزين نكمل بقيه مراجعتنا، سيبينا الوقت ده، حرام عليكي، خلي فيكي رحمه. انت لو ما سبتناش الوقت ده انا هشتكيكي لرئيس اللجنه وللاداره. طبعا هي كانت لمت الورق من زمايلي، وانا وراحت شد مني الورقه وقالت لي انتوا شارين رقابينا. فطلق. لما شد منك الورق كان الوقت الرسمي بتاع كان لسه في وقت، لا كان لسه في وقت، كان لسه في وقت 5 دقايق. وبعدين راحت طلعت بره، لقيتها بتتكلم مع زمايلها وعماله تقول عليا كلام مش كويس، وكانت قصده كانت قصده تسمعني الكلام. فقلت لها وانت كانت بتقول ده واحده بكحه وبتقول كلام وحش عليا، وكانت وزمايلي طبعا كانوا واقفين وكانوا شاهدين على ده. فقلت لها هو انت بتوترينا وخدتي مننا الورق قبل الوقت وكمان بتغلطي فيها، انا هنزل لرئيس اللجنه اشوف مشكلتك. رئيس اللجنه قال لي روحي للشؤون القانونيه. رحت للشؤون القانونيه، قالت لي اكتبي اقوالك وانا هوصل كلامك. واللي ضايقني وخلاني اعمل كده هو اللجنه كلها، في منها المتوتر وفي منها اللي زعلان وفي منها اللي كان بيعيط. انا طبعا كنت زعلانه على ده كله، في ناس اغمى عليها، الموضوع كان موترني جدا وكان مضايقني انا كمان، يعني انا كنت زعلانه جدا. فطلعت بره، رحت للشؤون القانونيه، كتبت اقوالي على اساس ان انا كده بشتكيها. بتصدم لقيتها هي، لقيتهم هم عاملين فيها محضر ومشاجره. انا مش عارفه ايه محضر المشاجره ده، ولحد دلوقتي مصدومين بيه. عمل محضر يومها الله اعلم. تاني يوم الله، انا ما اعرفش، انا روحت بحكي لبابا اللي حصل، بقول له حصل معايا كذا وكذا، فقال لي احنا هنروح المدرسه. انت الاول خلاص خلصتي، عملت فيها الشكوى. ايوه وروحت مضيت على حاجه، عملت حاجه. ما هو اقوالي بقى اللي انا كتبتها مضيت عليها، على اساس انا اللي بشتكيها. رحت رايحه لبابا حكيت له على اللي حصل، وبقال لي هنروح اللجنه الجايه وهنشوف ايه المشكله. المدرس الفيزياء رجع معايا وكنت مقفلاها، وقال لي درجتك كويسه. فقلت ما فيش اي مشكله، نكمل، مش هشتكي ولا هعمل اي حاجه من دي. فما اشتكتش لاني مقفله الماده، فقلت اشتكيها ليه. بعدها بشويه اتفاجئت بابا راح، وطبعا كان عايز يحل المشكله. لما لقاني حل كويس في الماده قال خلاص بقى مش عايزين نعمل مشاكل، وقال لها ما فيش مشكله، شهد زي بنتك، هي بس متوتره وما نمتش ومطبقه، معلش عشان خاطر بس تعبها. وهي قابلت الاعتذار وقالت ما فيش مشكله، شهد زي بنتي، واحنا اكيد مقدرين ده، حتى احنا كلنا نسينا، يعني ما فيش اي مشكله، كلنا ناسيين وروحنا وبكمل امتحاناتي، واديت في الامتحان اللي بعد كده بشكل احسن وافضل بكتير من الامتحان ده، يعني والموضوع ماشي معايا بطبيعي. بنبص لقيت النتيجه بتاعتي محبوبه، يعني انا ما كنتش فاهمه ومش مستوعبه اصلا يعني ايه محبوبه دي. ومستنيين، قلنا يمكن لما الوزير يطلع دورنا على كل المواقع والكنترول وكل حاجه، ما فيش نتيجه. حتى بحثنا في بعد كده بقى استنينا شويه لما الوزير طلع، برده ما فيش نتيجه. فقلنا لمراقب اللجنه او رئيس اللجنه كان معانا رقمه، قلنا له النتيجه مش هتطلع. فبلغنا ان هو في محضر مشاجره وممكن يكون ده اللي موقف لي النتيجه. فقلت لا مستحيل، وصدمت طبعا، واستنينا لحد ما الجواب ده جه على اساس ان هم يحققوا في الموضوع او يعملوا اي حاجه من ده. بنبص لقينا الغاء عام لجميع المواد، الغاء عام للامتحانات، كاني ما حضرتش الامتحان، كاني ما دخلتش لجنه عام، وعدم السماح بالدخول للدور الثاني، وعدت السنه كامله، اللي هو يعني كاني تعبي كله ودروسي والفلوس والتعب
والتعب ده كله ووقفه اهلي جنبي وتعب النفسي اللي كنت شايفاه طول السنه، والحمد لله انا حد متفوق من ابتدائي، والحمد لله بطلع الاولى على مدرستي دايما، وفي ثالثه اعدادي جايبه الاولى على محافظتي، وفي اولى ثانوي الاولى وثانيه ثانوي الاولى، ومدير المدرسه بلغهم وكلمهم وقال لهم انتوا ليه تعملوا في بنت زي ده، حرام عليكم مستقبلها، ده كله عشان يامنوا نفسهم من الشكوى. فاكرين ان انا هشتكيه، والله والله ما كنت اشتكيه، انا لما طمنت. ايوه انا اتخضيت وتوترت من الامتحان، واللي حواليا كانوا موترني، واللجنه موتراني، وهي كمان كانت بتتعامل معانا، يعني المفروض تتعامل معانا كاننا بناتها، مش حد جايه تقف معاهم شويه وتاخد وتشتغل شغلها وتمشي. الموضوع اكبر من كده بكتير، دي ثانويه عامه، ويعني في ظلم واقع كبير قوي، الناس يعني ده حاجه كبيره جدا، يعني ثانويه عامه تعب فلوس واهل وكتب واهل واقفين جنبي واخواتي، لا الموضوع كبير قوي. قلت بس استقبلتي الموضوع ازاي؟ يعني انت متخيله ان انت انا منتظره مكالمه الوزير عشان انت دايما تطلع معايا؟ انا طبعا اغمى عليا، وكنت بفكر يعني انا قفلت على نفسي الاوضه 3 ايام، ما باكلش ما بشربش، ما حدش سامعني، مش عارفين في ايه، بنتكلم مع ده ما حدش عارف يفهمنا، والابله مش عارفين اللي وصلها، مش عايز مش عارفين رقمها ولا بيتها ولا حد عايز يوصلها لي يوصلنا نفهم نفهم الموضوع، مش عارفين نفهم، مش عارفين اي حاجه، كاننا كده مش عارفين، اللي هو الموضوع واقع علينا، بس لمجرد ان هم عايزين يامنوا نفسهم من اني اشتكيهم. يعني ايه تامين نفس؟ هم ماشي بيأمنوا نفسهم، بس يضيعوا مستقبل طالبة، يضيعوا مستقبل تعب سنة، يضيعوا تعب سنين كلها بما هي ثالثة ثانوي عشان أوصل لها. مفيش رحمة، مفيش. إيه؟ كان إيه حلمك؟ حلمي اني اكون دكتوره زي اخويا، يعني ده والحمد لله انا قدرت اوصل لكده، وحليت كويس جدا، وكنت براجع مع اخويا بعد كل امتحان، والحمد لله يعني انا كنت بحلها بدرجه يعني تاهل لي مجموع كبير، وكنت راضيه بده، كنت منتظره بفرحه، واهلي كانوا منتظرين على كلامي ان انا فرحانه بنتيجتي، وان شاء الله هتكون خير على التعب اللي انا شفته. بنتفاجئ مفيش نتيجه، مفيش اي حاجه، وبعتين جواب الغاء عام، كاني ما دخلتش الامتحان، كاني ما تعبتش في السنه، كاني اللي هو مش متسجله اصلا في وزاره التربيه والتعليم، اللي هو الموضوع متعب جدا. المرة اللي انت فيها بروح لهادي اخوكي، برحب بيك يا دكتور هادي، عايزك ازي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ عايزك تكلمني ازاي استقبلت الخبر وايه اللي حصل؟ بص والله، مبدئيا انا هتكلم عن اختي. اختي من اول ابتدائيه، اختي كانت في الاول في حياتها ازهريه، طبعا عارفين الازهريه دي او المعاهد الازهريه المواضيع فيها صعبه والدراسه فيها صعبه، هي كانت بتطلع الاولى في المعاهد الازهريه كمان، بعد كده تحولت للعام، يعني بقت ما شاء الله في اولى اعدادي كانت طالعه الاولى، في ثانيه اعدادي طالعه الاولى، في ثالثه اعدادي مرتبه جمهوريه، في اولى ثانوي طالعه الاولى، ثانيه ثانوي طالعه الاولى، كل ده بالاثبات يعني. فجينا يوم النتيجه احنا مستنين، انا مجهز لاختي هفرحها، مجهز ان انا هفرحها ومجهز لها المفاجآت، اهل مستنين زي اي ايوه، احنا يعني ما تخيلناش، احنا مستنيين شهد حاجه كبيره ما شاء الله، يعني ان شاء الله. ففجاه لا، مفيش الكلام ده كله، صدمه، الاقي الناس بيقولوا لي، بيرنوا عليا، فين نتيجه اختك، فين نتيجه اختك، انا بدور على النتيجه بنفسي مش لاقي حاجه، محدش مفهمني اي حاجه، وانا فضلت يعني يومين انا مش فاهم فين النتيجه، مش فاهم، ما عرفناش الا بعدها بيومين ان الموضوع بسبب المحضر اللي معمول. فالمحضر يعني انا شايف ان هو ما يستاهلش، يعني ازاي محضر يضيع؟ هو اللي حصل انه متشاجرت مع المراقبه، والمراقبه كتبت محضر وقالوا لها اكتبي اقوالك يا شهد، على اساس ان هي هياخد حقها، فهم خلوا شهد تمضي على اقوالها، وبعد كده شهد مشيت، هم بقى كتبوا ما يستاهل انفس بقى، يعني كتبوا بقى ما نعرفش، ما شفناش المحضر، كتبوا من غش بقى، كتبوا من مشاجره، احنا ما شفناش المحضر، كل اللي حصل ان هم نادوها يا شهد احنا هنجيب لك حقك واكتبي اقوالك هنا وامضي عليها. شهد كتبت اقوالها ومضت عليها وراحت رايحه البيت لوالدها، يا بابا انا حصل معايا كذا كذا. هو طبعا والدي كأب خاف على بنته، قال لا انا مش حابب ان احسن ندخل في مشاكل، فانا هروح احل الموضوع مع المراقبه ومع رئيس اللجنه. راح والدي مع المراقبه، ايه اللي حصل بالظبط؟ قالوا له كذا كذا كذا. طيب احنا مش عم، حتى لو بنتك انت غلطانه انا بمسامح ومش عاوز اي حاجه، ويا ريت نخلص الموضوع. وقالت له ده شهد زي بنتي ومفيش اي حاجه ومفيش زي الفل. وجي رئيس اللجنه قال لنا اطمنهم ومفيش اي حاجه، وانتوا حرفيا مفيش حد هيتضر والدنيا زي الفل.
جينا ومشينا وزي وفجأة يوم النتيجة مفيش، فين النتيجة؟ مفيش، ندور مفيش، مصر كلها حرفيا بتتكلم المنطقة بتاعتنا، العيلة، قرايبي، كله مفيش النتيجة. فين النتيجة يا شهد؟ مفيش أي حاجة. شهد طبعا أختي أغمى عليها ودخلت الأوضة وعياط، والوالدتي فضلت تعيط، ووالدي أنا والدي سكت من الصدمة، محدش عارف يتكلم يقول إيه، والأهل وكله اتجمع، فين النتيجة؟ مفيش. بنسأل لقينا بسبب المحضر، فيعني أنا حسبي الله ونعم الوكيل. تواصلنا مع رئيس اللجنة، قال لنا إن إحنا إن أنتم في أمان وما تقلقوش، في أمان وما تقلقوش. لا أثناء حق بالنتيجة، إحنا حاليا بندور على النتيجة مش لاقيين حاجة. فجأة بعدها بيومين لقينا جواب جاي لنا المدرسة، اختار تم إلغاء عام للمواد للسنة الدراسية والحرمان من الدور الثاني. يعني حتى الدور الثاني اتحرمت منه. يعني ليه سنة بنت فضلت تعبت؟ أنا قسما بالله شاهد على تعبها ده بعيني، تعبت تعب والله، تعب ما أنا ما شفتش حد بصراحة تعب زيها والله، قدام عينيا تعبت جامد. ففجأة ألاقي ده كله ضاع، حسبي الله ونعم الوكيل بجد والله. وانا يعني انا مش مسامح والله، ما مسامح، مش مسامح اي حد ظلمها واي حد شارك في الظلم الواقع عليها. يعني واختي بالنسبه ليها الموضوع كان صدمه كبيره ما حصلت لهاش في حياتها. ليه؟ ان احنا مستنيين اول فتالتة سنة واللي هي بتجهز لها من 12 سنة تعليم، قاعدة أولى بتروح دروس، تانية بتروح دروس، يعني هي حرفيا كان في اولى وتانية. كانت الناس في ناس تقول لك انا ما بهتمش مثلا باولى وتانية وبذاكر في ثالثه، لا اختي لا، انا عاوزه ادخل اولى وتانية مذاكره عشان اكون مرتاحه في ثالثه وادخل اجيب مجموعه مرتاحه. اختي كانت في اولى وتانية ما بطلتش دروس، مذاكره ما بطلتش، امتحانات درجاتها هي كل حاجه بالاثباتات، اختي الاول طول عمرها. فاللي يحصل ده والله بجد زعلنا، وانا والدي حاليا اصلا يعني من الصدمه لحد دلوقتي ما راحش شغله، وكمان والدي اصلا يعني احنا طلبنا منه يجي يتكلم معانا، قال لا انا نفسيتي مش قادر اتكلم، مش قادر، هو خلاص هو مقتنع. ايه احنا اولا سكتنا في ربنا كبير.